الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سؤال يا شيخ، يا آية قرآن وآية كتيران صدح ذا النوع التوحيد. أيه فضل رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته تعلم له السميع. طيب يا شيخ، يا سورة قرآن كميدة ويدنا آيده دا يكتران صدح ذا النوع التوحيد. أيه الفاتحة آخري كسو صار الحمد لله رب العالمين محا كتيرا توحيد الربوبية رب العالمين. أيه ها لله نوا ويسم كيتو سيني معبودك حقا الى هيروي. ايه يا رب العالمين، وحد دليل وطهاي دليل على ربوبية الله لله، الحمد لله حد دليل وطهاي على استحقاق الله العبادة وحده وتوحيد العبادة. ايه كيس دحاد ميه ها واد شكت الروبية داف يستحاد بكواري. أيه الرحمن الرحيم وحك الله لنكرت توحيد العباد وحكو شراء إياك نعبد وإياك نستعين. وهي هاي سؤال سديداد، ما هو توحيد الإله؟ إله أما معبود ككليين تيسا وما حي معليس توحيد الإله نوال الرادة، توحيد الألوهية نوال الرادة، توحيد العبادة نوال الرادة. انت أصبوا اسكوا معنا توحيد كاسين أو حكاد ليا ما كترجم يا إن إلهي عبادة ولا قاري هاي وعدك له عبادة حق اللي هي أنا كريم. هو بقول التوحيد لله إفراده هو إلهي الغقار يلب العبادة عبادته، وذلك الدعاء والسد الدعادة والذبح القور عي والنذر هي النذرك. إلهي سبحانه وتعالى وحر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ربي قاو حكومي شرعيان حكومي استقموا يا نعدك لإني ذا عابدين. آيات سوحة المانتي لبارم أرنكو بادوا وحي إلهي عبادة كم متيستين تهاي رب النبديس إنه ربي عيد عن ربي أهيننا إنان العبادة حق اللهين عيد ربي أهيننا مترتو الله خالق موياني وحك الله تلمانتي عبادة إن إلهي سبحانه وتعالى ولقاري هاي ألا تعبدوا إلا إياه إن إذا عابد عيد نبا إساق موياني. شيخو عبادات كتصالي ألبو كبحيي عبادات كصلاة دا كميدة صونكا كميدة زكاة دا كميدة دعاء دا كميدة بريد إلهي لبريا وعباده قورعا كميدة قورعا إلهي يدو اللقوه إنني اللقو دواني يوحل قورعا بهيمة الأنعام وحكميدة نعم وليدة إساقنا وعباده نذركنا وعباده مدولي بنا إن شاء الله ماشي سوين وقوي من دونا. قال الله تعالى إلهي وحر وإلهكم معبودك إن حقه إله ومعبود واحد قرى وإلهي بدل من لهذين وحق إله قرى أيون باكرة وإله نمدي سوى حقتها يعدك استوكلوا إله القرشة أعمل عابدنا إله نمدو ذا يمعبود نمدو باطلوي لا إله مدل عابدو وحق حقه متشر إلا هو إستقم ويانه وكل ما عبد من دون الله فقد عبد بباطل عيد كستول عابدوا الله أنا هين باطل يحق درا لقوا عابدوا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. إلهي باكليديا معبود كحق عبادة حق له وحنك لا يعبد يان أرلمين وباطل يحق درا هو الرحمن لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. مركا عيداني واحد دليل تهاي إلهي سبحانه وتعالى إنه كليد العبادة حق ليه ويواجب تهي إفراده بالعبادة العبادة لو قولي يا الله
وعبادة عدك الله للصيام وبنانا إن إلهي عدك الله قد حيث سيانا وبنانا وحق إلهي سبحانه وتعالى ولقاري حق إلهي ولقارك يا عدك الله دي اللو اللي يحييه وحلوقه وقلاده إلهي عدك الله دي الوشرة كيسيه الرنتاسي والشرك والدنبق أوين ابن آدم صغير. وقال صلى الله عليه وسلم نبي وحري صلى الله عليه معاذ بن جبل مركو قدر يمن فليكن النقد أول ما تدعوه وحوه الرياد ويرس إليه حقيسة شهادة أن لا إله إلا الله غرست الله قيره معبود حق إنا نشرين إلهي مياني وشهادة أن لا إله إلا الله معنى يد وحويه الشهادة بأنه لا معبود حق إلا الله وقرس تقفك وقرا أو اعتقاده قرن أيه كن قوله معبود حق إنا نشرين الله سبحانه وتعالى مياني والحديث كان نوحة المامي توحيدك إنه يهي وحاقوه الرئيادتك اللوغو يريه وأيه دادك وحكا ستوكا لأو الدين تكمي ده دي أي سمعيان وتوحيدك وكما قيها يهي والشرك وعقيدة إيا عملو يهي لقا أقبل مايا مركوا أساس كي الدين إيمان كودونا نصحي مايا وحكولو حديثك إنوات المامي إن إلهي سبحانه وتعالى وحق إلهي إن كليدي العابد ولا إله إلا الله داس آيات سلسة متفق عليه وفي رواية للبخاري إلى أن يوحد الله وحوه الرياد ويرسها النقض إلى أن يوحد الله إن إلهي كليين وإلهي محايك كليين سرواد كلاية المامين عبادة إلهي كليين وبمعنى كليدي عابدان إن عقيديان آمنان إن كليدي عبادة حق لي عملهان إن تاكو عمل فلان وإلهي وقرى عابدان عيد كستوك لأول عابد عباد إن باطل تاين إن يامنان مرا كان وحل رادا توحيد العبادة آيادا قرآن كتسنا يانا آد بيوتي ربدين وحاكم إذا آياد سؤاش اللي حاد كتير تولى قد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت وكان توحيد العبادة وكذلك ما أرسل من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا رسول كاستأكاه الرئي وحن أوحيوني على متشره معبود حقي الله سبحانه وتعالى خالقه مياني سؤال السقالات ما هو توحيد صفات الله وأسمائه إلهي مقعيد إيسا هي صفات كيسا إن لقوك لي يوم حاله قتشه معني سوامح توحيد الأسماء والصفات أيال هذا هو توحيد الأسماء والصفات إثبات ما الشيء إلا الصقوي وصف الله إلى يكسفه به سجى نفسه ذات نس في كتاب كيس دحيس أو وصفه وما كسفه إلهي الرسول ورسول كيس في أحاديث سنحدد أحاديث الصحيحة هذا حديث نبي كسر ناطي على الحقيقة سي حقيقة الله صبغ وبمعنى لا آمنه صفات كاسينيه صفات حقيقية صفات حقيقة بلا تأويل يضل معناه هذا كم وقد أن لقل الحنين ولا تفويض يضل لأورانا هين معناه هذا عدقران سامتيرتو يضل لأورانين ولا تمثيل يضل صفات كمخلوق لقلم لقين ولا تعطيل يضع معاندة آيات كاسي يا حديثها سعيد تسيسي معاندة سواء إنه إلهي صفات كاكوت المامية هاي يضع للديدة هاي وذلك صفات كاسي كالاستواء وي وصيدة سرينت إلى عرش وكسر ري يو النزول إلهي نؤسو الدقو سمدنا الدويدة واليد هي صفة اليد يو غيرها سوجه وكره ومما صفاتك كم إذا يليق بكماله إلهي لما يسترن كيس يوناجي سكوها بون قال الله تعالى إلهي وحيري ليس كمثله إلهي وكلم ماهان شيء الشينا وهو إلهي السميع وكدواق استمق الله البصير شيء استنارك مرقى توحيد الأسماء والصفات وحوية الإيمان بكل ما ورد في الكتاب والسنة من الأسماء الحسنى والصفات العلى
وإن للرمائيو وحالله الله وحكو صاروا لي كتابك قرآنك يا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة وحاصوا مقعية إلهي يا صفات إلهي سبحانه وتعالى وليه من غير تمثيل ولا تعطيل يدون كوا مخلوقة لقلام الدقين لندي دهين آياتك يا حديثة معناها تسيين يدون للديدين ومن غير من غير تحريف ولا تعطيل يدون معناها دلقلي حناين معناها دلقلي للديدين ومن غير تمثيل ولا تكييف يدون كوا مخلوقة لقومة تلهين لقلام الدقين كيف يدي قابنا أن لو شيء إلهي سبحانه وتعالى عد ذا تديس إيا مقعيدي سيصفات كيسا كتقانا ما تكتو إلهي عد إلهي كتقانا ما يكتو جوابتو أمايا خلقي قمرك اللوئي مهدانا ددك إيا إلهي ويقان نبي محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم إيا الرسوشة إلهي وصادري إذن إلهي هدو إنو الشيغو إنو مقعي اللي إياهي واجب كي نصارى نومحي إنو الرومين إنو إلهي مقعيدا لي إلهي مركو إنو الشيغو صفات يتلمام إنو اللي إياهي واجب كي نصارى نومحي وصفات كائن إنو إلهي سبحانه وتعالى إنو الصبن هدى با إلهي با إنو الشيغي إنو مقعي اللي إياهي إنو صفات لي سيقود نواي نوغو الشيغي سيقار قارا نواي نوغو الشيغي إلهي مقعيدا وحلو ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها إلهي وحلو ليه مقعيدا وناقود ودميسك تريهي ومقعيدا صفات وناقسنو إلهي وليهي تصيني مقعيدا إلهي كعابود ورب سبحانه وتعالى كبري حق صفات كان إلهي سبحانه وتعالى وحلو ولله المثل الأعلى الوصف الأكمل صفات كدميسك تران أيو إلهي كسفي سيهي أو كتلمامي سيقار قارنا إلهي سبحانه وتعالى وإنه أقول شيئا مقعية أولية هاي وقرآن كمركز أخري دو انت بضان آيادها قرآن كمقعية إلهي بكتر السميع البصير العليم القدير الحكيم الخبير ومقعيد إلهي صفات إلهي أولية هنا قرآن كوي كتر صفة اليد وكلاء إلهي سبحانه وتعالى وكيري بل يداه مبسوطتان إلهي لا وقع موضوع وحبيحين لكفت صن وحبيحين يا مروالبا أيولي ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي صفات كالساقار كقرآن كالوغوش هي حديث كبوتشي كميدا ويبقى وجه ربك نبي قنوح ورنشري وأسألك لذة النظر إلى وجهك يا أعوذ بوجهك إلى وجهك أغان مغنقليا إلا وحن كويدي سنة يا معانك إلا داعي إغمدا مالنك قيامي وشيقاق الأيغو صفة الرحمة لغوشة كتابك ورحمتي وسعت كل شيء وحلغوشة صفة الغضب فلما أسفونا انتقمنا منه مركا صفاتك كتابك إلهي لغوشة يا حديث النبي أمد من الله شيقاق آد بأتربدين قفك مركا مسلم كاي أقول وياشا وركيد وسوق قارو واجب كساراني وينو رميو حدو آيات كاسيد بينيو يرادو آيات أوران إيسا إلهي قعمو ليه مبكرتو آيات ديبو بيني حدو آيات دوان سوقيا لكن يد قدرة اللوغة تشيدا مركانا آيات دو تحريفيو معاني أي تسين إيسي أيو كالليحي ومعنى كالوان لولة تشيدين أيو الليحي وحكى له يدنا مهمة إلهي سبحانه وتعالى آيات كاو كقال لي صفات كيس يا حديث النبي وصفات كقال لي وكو معلومة المعنى كو معنى ذا القرنيوي وهي لغة عربية إلهي ذاتك كلها لي القرآن كو عربي نبي قلنا عليه الصلاة والسلام في عربي ذاتك كلها لي كلمة كستو إلهي وكتاب كيس كو شاقو معاني لغة عربية ذا كلها هيد أيوم بالغو فصيرية هدان لهيلين دليل معنى كلو شيقي كلمة كستو النبي عليه الصلاة والسلام وكوها لنا وإلهي كو صحابسا أما وحكا لكو صحابسا معانيه اللو قد عربية ذا يكون لها يد أيا لغو فصيرية هدان رسولك عليه الصلاة والسلام أما الدليل آن معنى كلو شيقي مركا تفويت كوحا لرادة ومذهب باطلة تفويت كوائن لرادة
آياتك يا حديثة كهضل يا مقعدة إلهية صفاتك إلهي معنا ويتو صينيا لكن معناها إلهي مو يعني عدك لقرر ميسو تاسينوا باطل تجهيل باك دلانيا إنان رسولك قرآنك إنت أبضان إلهي كهضل يسا معنيه سان قرنين وأن أقول والصحابة وأن أقول تاسيا كدلانيا وحانا معلومة إن رسولك عليه الصلاة والسلام قرآنك صحابة وفصيري wixii ay fahmi waayeen ay weydiin jireen saxaabada quraanka oo dhan way fasireen qaybaha ay reebeen oo ay yiraahdeen qaybaha macnahooda ilaahay u baa garanayo cid kale garanmaysana ma jirto marka tafwiidku waa ka waana madha baatilawi waxa kale oo la iska ilaalinayaa marka ilaahay magacidiisa sifaadkiisa laga hadlayo in kuwa makhluuq laga lama dhigo wala tamthiil oran mayno ilaahay magacidiisa kuwa dadka la mid yihiin oranna ma ina sifaadka ilaahay kuwa dadka la mid ah wajiga ilaahay wajiga insaanka kala ma oranayo taas waa gaalimo ilaahay wajibu leeyahay kan makhluuqaadka aan la mid ahayn makhluuqaadku waa soo wajiga male kala duwan mid waliba soo wajigiisu uma gaar ah de khaliquna wajiga isaga u gaara oo kan makhluuq aan la mid ahayn oo shabihin ayu leeyahay wakadhalika al-yad ilaahay hadda tiraado yad ama gacan buu leeyahay hasawiranin hana oranin tal makhluuq ay la mid gacantaydo kale weeyaan oran taas waa tamthiil ilaahayna wuxuu mar qurayno wada sheegay laba arimood arinta koobaad oo ah inuu leeyahay magacyo iyo sifaat iyo arinta labaad oo raaciyo ah magacyadiis iyo sifaat kuwa makhluuq ay la mid ahayn laysa kamithlihi shay fi dhatihi wa asma'ihi wa sifatihi إلا إذا تدي سادات لم يدي مجرد مقاعدي سمقاعدي لم يدي مجران صفات كذا صفات لم يدي مجران وهو السميع البصير إلهي سبحانه وتعالى وامد مقعيس السميع يهي مقعيس البصير يهي صفة السمع كسفيسا أو مقلع نواق ودن مركا نواق سوبحي إلهي مقلية هذا نواق إيقاي هذا الكيقا إلهي سبحانه وتعالى ومقلية وأنا بصير فردقين إلهي هذا أيو أركا وما تشيرو دواق إلهي كقرصومة أما موقال شيء مبصر أو لأركو وموجود إلهي سبحانه وتعالى كقرصومة هبا يراتي ما تشيرو عقيدة داسي إلهي مقعدي سي صفات كيسا لقاء أمين أيوة عقيدة دي نبي قو صحابة ضبري سيدو نبي قو أبري بادو رنكرتا نبي قو آيات كقرآن كا صفات كإلهي كورمية سيدا أيهيم بو صحابة دو آخري معنى كلنا ومشي يقولون مو أوران وريدا معنى كلا لوجة شيء ده قدرة لوجة شيء أما وجه كذا تال لوجة شيء ده مو أوران ساس ودا النبي عليه الصلاة والسلام يدا الصحابة دو أي كلا دوانين داهان يعلميهان يدي جانهان ساس وقوة داخلي هدي آية ده هسي أنا تصين هاي إنه إلى هاي صفات كان لي يهاي نبي قدرت كوع الضيلة وجاه لقى نوع عسيا كم الداهين النبي عليه الصلاة والسلام ساسو كلا الصحابة آيات كا قرآن كا كورا مايا إلهي صفات كذا سيدا أيهين بودايين تفسير إيه معنى كلا وظاهر كود إيه سيدا أي شيء إيه الخلاف سنة مرنا نبا مي شيء وحا قولا إرهاعين كيرين ووحا إلهي الرعيو صفات كا إلهي إنان لم يدهين صفات كا مخلوق قور ما أيه تيمي إن إلهي مقعدي سي صفات كيسي لك لقاد قال ودك غار كود إلى هذان إلى أنا مقعدا نصقينا لكن صفات الصق مين غار كودنا إلى هذان سيد أشعرية ذو كله مقعدا وصقينا صفات كنا تضبع وإلهي وصقينا أنت كلنا وأولينا معنا كلا نشجنا معناها ظاهر كان هين وعقيدة كدم بيسي صحابة رضوان الله عليهم يتابعين يتبع التابعين وصدح دي قرنية النبي وأماره خير كأوغمر خاتك أي عقيدة كدن بيسوي وحانا قفك السيدة يريكو فلان إلا يرادو صفات كوردن مقعية دا إيا صفات كوردن إلهي اسكو سيبو أشهاج ولم يدركتن إلهي أولا تدرس صفان الله صفك لنا ملي نيل على الله يمالك وتعالى ما تكتب إلهي اسكو سيبو أشهاج مركوا اللبن بتكودون إلا وذا الديدو وده سيفي عن لو قالوبو iya illa wada sugo oo de iimaan dhamaystiran la leeyimaado oo sax labada waxba kama dhaxeeyaan
لكن أرنتوا الضوء خاقة ما هنا تراكوان إلهي ونصغة يكون نوانو الديني وإلهي السمع يا بصر بانصغة يا يد يوتي نوصغة ماي مارك الألام حات صفات كان قارنا وصغة كان قارنا ودي دواحي كورانا يعني. كوان عقل يقات تسيي أنا الصغة كوا كلان عقل وموتسي حنا عقل يقين اللي عقوش ويكال الدوانتا أنا عقل يقين ودما ووضا تسيني مارا دو قرآن كوشيك أنا عقل يقين ووحي إلهي صفات كان إلهي باوضا له marka macaqliga aad doonaysid kan aqeedo uga dhigto wuxuu aqligaagu tusiin ta kala maxaa aqli keenay ilaahay baa ino waramayeen aqligu waa inuu sharciiga waafaqo oo raaco ilaahay baa ala subhanahu wa ta'ala bal yadahu mabsuutatan lima khalaqtu bi yadayya nabiga alayhi salatu wasalam ilaahay yamiin usugay ola wakilta yadayhi yamiin oo gacantii say ilaahay inuu wax ku qabto sheegay وين وح كوب بحية شاقي أو ينو بسطية شاقي وأصابعين اللي ضعي شاقي حن عقل وقبهان إلهي بابي والربعين مركا عقيدة الصحة هي وعقيدة القرآن كأي حديث كوي تسيين وأما قع كستو قرآن كي حديث كلو شاقي إلهي إلو لي يها إلا آمنو سفا كستو قرآن كي حديث كلو شاقي صحيحة إني سفا إلهي تها إلا آمنو إيضون تمخلوقنا لقلام الدقاهي وتقع عدده ليس كمثله شيء هو السميع البصير مقعد إله إيه صفاتك إله ونبي هل كاسي مريم سلام هذا مقع إله الله الصغير أي مقعد الله الصغير سيد الله هذا مقع صفوين كي تسيان وصفة السمع والبصر صفة مقل كي أرق إله الله الصغير أي صفاتك إله الله الصغير إذا مر الباي لصعت ليس كمثله شيء يا هل تعلم له السميع يا فلا تجعل لله أندادا يا أدلة الله بيتك waxay koodanay waxa ka dhalanaya tashbiih hadaynu raa ilaahiyad guuleeyde dadka gacan laho ilaahay dadko kale in yahay ba ka dhalanaysa taas waxay ka dhalan lahayd hadaynu raana gacanta ilaahay waa dadko kale taamiin leene malihi hadii la raad salaahan daayirku gacan buu leeyahay jaamacana gacan buu leeyahay in jaamac daayir kale kala mid dhigay meey ka dhalanaysa ma gacanta daayir kuna waa mid isaga ku haboona u gaara ta jaamacana isaga u gaara هذا القرآن شدوا قعم بيلاده حسننا قعم بولي ميال أورا إنا لله ننك حسوا إذنك عاي وقرآن شدوا كلاب تلاده ميالا ما أوران كارو حلو القرآن شدوا حيلاده قعان إيادا كوهبون حسننا وحيلاده قعان إسا كوهبون صوما هذه مخلوقات كنحيو دي أرنتو إساد طايم حاد خالق أو ملاين إسا سابو صوران كرتابة إن قعان تلاهي تمخلوق لامت ومارك لدي إلهي قعان بولي المخلوق لامت دي gacmaha makhluuqaad kan isku mid ahayn sidee isku mid noqon karaan gacmaha ilaahay iyo kuwa makhluuq wajiga ilaahay iyo kuwa makhluuq raxmadda ilaahay iyo raxmadda makhluuq arada ilaahay iyo arada makhluuq isku mid ma noqon karaan wa qala sallallahu alayhi wa sallam nabigu wuxuu yanzilu llahu ilaahay wa soo daga fi kulli laylatin habeen kasta ila samaa'id dunya mu soo daga samadan dhulka u soo xigta ee u soo dhaw ayuu soo daga rawaa muslim ينزل واسود دقا إلهي نزولا سود دقيتان يليق كوها بون بجلال أي بعظمتي ويندس لا يشبه من شبهه إلهي أحد 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 كاسو من مخلوقاتي كمير مركان نزولك إلهي هي نزولك مخلوق اسكم مدماها وايد خالق هي مخلوق سيعوك ليهين أي صفات كودنا يوك للدوين وصفاته مربع عدة لو إضافية أي صفاتها أي كوها بون ولما أورانا يا صفة عدة كله لو إضافية لو تيرية لو صفية تنواش كمد لما أورانا أديك النزول كه سودجستا دي سودجستا ده بقى تورنات بي قرآن كه سود ده دكتور الكاتب أدنى ده بقى تورنات بعد كه سود ده دكتور الكاتب سودجستي نو مش كمد با مش كمد ما وكل الدوين مركز سيدا والنبي عليه الصلاة والسلام يري ينزل الله إلهي بس سود دجا بولينه hadduu jeeda amarka ilaahay ba soo degiye raxmadda ilaahay ba soo degta de nabigu si cad buu noogu sheegila nabigu miyuu ina luminaya mise xaq uu inoo cadeynaya xaq uu inoo cadeynaya nabigu calayhi salaatu wasalaam su'aashu tabnaad ayna allahu ilaahay xaqeebu inaga xiga wa su'aal dadka qaarkood marka ay maqlaan ay aad iyo aad u inkiraan wa u diidaan dadka qaar kood way jiroodaan markay ayna allah maqlaad aadna way u karaayeen su'aasha noocaas in la isweydiyo
لكن سؤالها إن ليس ويديها وإلهي أين ليس كويديها وامد شريعة كصارت والنبي محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم إن أنت أضمت هيدا والله صحابي معاوية بن الحكم السلمي أرجع ورعتلت إبالك ونافك وكقاطي لما ترى أنت اللي حتش على قبطي ودرباحي كذي بنا أنتوا سقوا سعنا أنت والنبي عليه الصلاة والسلام ويما وشاجي فلكا وسمي النبي عليه الصلاة والسلام حيري إيه كارين أنت إن أنت مرك رسولك وكاني رسولك عليه الصلاة والسلام سؤال بويدي سؤال جالس محاه وتكتبه قرآن أين الله بكل إلى أي حجابه إنك الحجة إن أنت سئنا أريد شيء بهد لكن عقيدة في عن وعقيدة دي القرآن كي حديثك أي تسيين عقلك إياه في طرد الصحة عينا يقوى فقدي آمين سنبه واحد تري في السماء ومعنى يدو ياي في العلو إلى هو ينقص الرأي من أنا أبو النبي عليه الصلاة والسلام أنا ويانا قالت أنت رسول الله واحد تري أدو رسولك إلى هبات النبي عليه الصلاة والسلام اعتقها فإنها مؤمنة حراء ومؤمنة ده. مركا أين الله إن إلهي اللي يسكو ويديها دي خلط إني محمد عليه الصلاة والسلام كمو ويديين حديث كل يوم مسألة بالدليل بوي إن إلهي أين اللي يسكو ويدين كرم مسألة اللي بادو الدليل كوي هين أو إن إلهي سبحانه وتعالى خلق قيسة وكسر رأي الدليل تاتو سيسينا آد بيو فربان وحوري الله إلهي فوق العرش عرش وكسر رأي على السماء السماء دعيانه ككر نغضة سموين كورده إلهي وكسر رأي محاو الدليلة إنه إلهي عرش يكسر رأي عرش هو مخلوقاتك أصر رأي إلهينا مخلوقات كورده أيو كسر رأي إنه إلهي مخلوقاتك كسر رأي يا الدليل كينا يا آنا هين آيات كتاب كينا قطر آيات الشيقة يا السرين تإلهي علويك إلهي يعني دي كدوني أيه سبح اسم ربك الأعلى الأعلى وك شيء والبك سرية سرية نوعية ولا بكوس في سي ذات تنبو إلهي وسرية مخلوقاتك سوا كسرية وحما مخلوقاتك كم يدو إلهي كسرية بجر صفتنا إلهي وسرية يو صفاتك ونكسن ولا بكوس في سي صفاتك حنو ودنا وكهو في إلهي سبحانه وتعالى وكل زهي كذات تنبو صفة تنبو إلهي وسرية لماذا أنا أعيد ويت سلس دليل كلا أيه تاسي كتابك إنه قلت هلا أما أعيد كتابك إنه قلت هلا بيلا مت أيه آمنتم من في السماء معنى يدوا محي مياد كامل نقونتين من في السماء أي من في العلو الله إذا انكسر رأي حق السر إذا انكحق أيه دليل كلا دليل كلا أيه وهو العلي العظيم آية الكرسي ده آخر كين إلهي وكسر رأي سرين ودم بلا يكوس في سين والعظيم وكوين وينان ودم بلا يكوس في سين دليل فوقية ده إلهي تلمامي فوق الخلق يولي أيه كان عرشه على المام عرشه يكوس أبصد إلهي بير سبحانه وتعالى كاظم أيه فضل أيه عيد دانو بيلا بيت كتاب كتال تاهرا بقافيفت أيه وهو القاهر فوق عبادي إلهي سبحانه وتعالى واكا مقوين أود وحكم مقوني له فوق عبادي الدومين سنكسر ريه ملايكة الأمر كان لهم حيري يخافون ربهم فوقهم عقلهم مين تصير يا إلهي نصرية تصرية أنت إلهي وديدية إلهي نصرية مين تصير يا عقل وايو صرية أنت إياه وصينتا تابا ونكسن صرية أنت مركا تاول أكسن بو عقلهم إلهي ودورية فطرده مين تصير يا فطرده إلهي ددك ما كو أبورو ما كو باري صرية أنت درير أي درير من إلهي نكسرية ما هو الدليل تاس؟ المير أولي جاء وحبر دجان هذا كتير عضو إلى هاي مي حقا نو تلمامي سلانت الرمي جاء أولي جاد ميل دي لقى شيء جي أنا رك مركب قف نبي أي كعب لسيكاش كتوريسو
انت يفرت كورو تكتور سي الهي الهي بان كور ريبا الهي بان كاغاش كتودبي اورنس سرينت الهي ان فطره لا خربا مو يا مره روحه كبيران الهي سبحانه وتعالى انه كسرين. قال الله تعالى الهي وحيد الرحمن الله الرحمن كاهي على العرش استوى استوى على وارتفع وحو ككر نقضي على العرش عرشك وعرشه كسر ريا ويستوى معنى يدوى محوى على وسر ريا وارتفع وكر نقضي سيدا وحكوف السري ويستوى بمعنى العلو كوف السري صحابة سيد بن عباس يين بدنا كم إذا التابعين تسيدا أبو العالية وكله يين مجاهد إيه كما جاء في البخاري بقول والتفسير كان على وارتفع أي بخاري وكشاقي في كتاب التفسير والسلف كوكسو قورية سيدة أبو العالية وكله. وقال صلى الله عليه وسلم نبي قول إن الله إلهي كتب وقرى كتابا بقرى فهو كتاب كاس عنده إلهي أكتي سويا الله وفوق العرش عرش على كسر رئيس متفق عليه مركا إنه إلهي عرش ككر نغضه وكسر رئيه أي حديث كنت المامية. هل الله معنا إلهي مين لتشوغا سؤال شكوه بالتبنات ومعي النمي جوابته الله إلهي معنا معي النوي بسمعه بمعي النكوي مقل كأو إنه مقل يوم وصيدي مدين لتشوغا كلا أي إلهي نو مقل يا ورؤيتي أركتده إنه أرك إلهي معي النكوي وعلمه بو إلهي معي النكوي وقال كو إنه أبيه وحال كأنه كمدان وكقرصانين ونصره وتأييده إلهي وحو مؤمنين تمعوه ذكوية هاي وقرقارك إيا أيديسته وأيديه أيو إلهي معوه ذكوية معيذا مركا قرآن كالغشة هاي وهو معكم أينما كنتم إلهي سبحانه وتعالى أويري سلف كوحا يسقوها فقال إنه تهي معية العلم وأنا هاي معية الذات إن إلهي علم جيسا مع العباد وكوية هاي وايو وهو معكم اينما كنتم وحكوا الري شيغيس علم الهي لا شيغ وحانا كدنبايس شيغيس علم الهي لا شيغ تاسين واحد دليل تاي معيده ان لوغه جيده بمعنى العلم وانا تفسير كايدا سلف كو اي كو فسيره ما نجرا احد سلف كميده او يري الهي با مخلوقات كدح جوغه marka hadii la raado ilahay maceena ma yahay waxaynu oranayna إلهي وحو معينا كوي إنو إنا مقليو إنا أركيو إنو أغيهي عدي متيسطا إنو أغرقاريو أيديو لكن إلهي سبحانه وتعالى ذا تدسي اللفتيسو خلقه مدح جوغو وكدح بحسيهي ومتشيرو مخلوقات إلهي كسر رأيه كوها رأياتورا مخلوق عالم كان مخلوقا إلهي سبحانه وتعالى دمانتيبا وكدح بحسيه وانا كسر رأيه. قال الله تعالى إلهي وحو رسق الله الله نبي الله موسى يا ولالك يا هارون لا تخافاها بقننا إنني أنق معكما وأن إذن لتشرا أسمعوا وأن مغليا وحال إذن لي هاي وأرى وأن أركا وحال إذن كصة مينيا أركا معي هذا أيضا نقول شيء ومعي خاصة ومعية النصر والتأييد معكما وأن إذن لتشرا بمعنى وأن إذن قرقاريا وأن إذن هيليني عادوا قمنا إذن كعليني إلا هدو معنوه يا هيوان إذن لتشوغا دي محاي فايدة إلا هذا فرعون فرعون يني موسيس كميل بيتشوغيني فكا فرعون وحوران كرا دي مردو إلا إذن كإذن لتشوغا أنه إلا تشوغا ساسو أور الله لكن معنوه سيدا سماها معنوه حوية عدو قيلنا وفرعون يعل كيس وانا إذن كعلينا يا وانا إذن كهيلينا يا وانا إذن كقرقاري. وقال صلى الله عليه وسلم النبي قول حوري إنكم إذنكم تدعونا وحاد حصي سارات بريسان سميعا على دواق كستمق الله وقريبا إدين دو وهو إلهي معكم معي إنه يهي بعلمه وإلهي ملك استواء التوقتان حالك إنه هو لصعدة دواق إنه هو مقليا إذن كي يفعل كينا إلهي سبحانه وتعالى وأركع مرك هذا كان مناسب لها نبي عليه الصلاة والسلام صحابة وحب براي مركي سفريين ميل صرا مركي فوليان إن الهدار الله أكبر شيء والبي إلهي باكوين ميل قدر مركي كود عدعيان إن الهدار سبحان الله
يعني هو صينت إلى هاي بكه فنو كن زهن وأنا سفه وهاي صحابة مركا ذكر قاس كرو قادم أصل كنا ومحي ذكر جين هوس لورد يجو أي أصله ويا سيدا ساودو إخلاصك يينو إلى هاي درد دي نغلو سيدا صوكلا سيدا سي أي آداب تكوشت ويوم كهداد أمانة ست صالحان من بقرة من عالمة ودقاك قيل سكور سمدات كقيلس أما أنت كوحس كصور عدانة كقيلسان سو إذا بدرما أرنتاس ذكر هو أمان إلهي الأمانة ولهذا القرآن كوحا لأنه قرش هاقاي قفك ومركو إلهي حصة إنه يسمون اسم غشي اذكر ربك في نفسك معنى ربي قا حص أدقوا أدقوا اسم غشيني أعدك لأن مغشيني حديث كان هو سيدا سوكالي النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيها الناس أربعوا أنفسكم ومن يكروا قادين إلى الجهر ذكره ضدوا نفتين وطرة فإنكم لا تدعون الصم ولا غائبة إله دقالة ويهري ميسان وبري ميسان وحد بري ميسان إله السميع ودواك استمقل يمد دوية من داربا من مقنة ويهري ميسان والله سبحانه وتعالى قريبا ويدون لو قرب مركا يليق بيساك وهبون معنى هذا مركا ومحي ذكره هوسو لقوي مركا ذكره وحا كر لو قادي كراون ما لا يكسو أرورتي والدليل والشيغة إن كر لو قاد وحاصلوا إن هوسو لقو تذكر مركا قيلين أيها مركا ذكريا من النبي عليه الصلاة والسلام يكسو لي أيها آيات دا نخريي اذكر ربك في نفسك يا حديث كان يا ادله لميدك انت وخلافه كورن هدي لو درا تشاس يا عيار وذكر تشاس يا رقص لو درو وحاني حضره يراهدان اي صلوحه يا بود بودك يا رفشده يا وحاس ولا صلو تاس يا قف فاسق بابو كنا قنيا وان قسايد انت الاخر يا دبيتنا ليس لولو سيدي عروس لا عياريو culimadu waxay yiraahdeen arinta noocaasi waa faasiqnimo weyn ciyaar miya diin laga dhigaya haddii ciyaar sida meelaha gaas kaga ciyaar laakiin misaajida Ilaahay ku ciyaari waa ka jaasin waa ka booqin diinna ku sheegino ha oran waa cibaado Ilaahay aan ugu dhawaanayo ha oran Ilaahay sida loo caabudo kitaabka iyo sunnahum baa laga qaadanaya kitaabka iyo sunnahana kuma jirto in taas Ilaahay lagu caabudo iyo qeyla iyo buuq نوعاس بركا حديث كان مناسبة نوعاس يا أيها الله سؤال شلبي الطبنات ما هي فائدة التوحيد إلهي إلا كلي يا فائدة إلا يا دوامح فائدة التوحيد توحيد كفائدة ديسو هي فائدة التوحيد كالأمن وإن لقى آمن وقضوا لقى بدباده في الآخرة آخرة من العذاب عذاب لقى بدباده والهداية في الدنيا والهداية في الدنيا هي الدنيا انت اللي تشوغا ان لحانونه هي وتكفير الذنوب هي قفك ان توحيدك لو قد دمي ضعف دو توحيدك انتو ان الهي هدو دونه دم بيدي كلا وكضعف اسم الشهادة الهي بكو حري شيخ توحيدك وان الهي لك ليه بالروبيته وألوهيته واسماء وصفات سدح فايده وشاي فايده كوباد والأمن في الآخرة من العذاب وإن قفكاس توحيدك كل انتي آخرة عذاب كآمن نغل وادو توحيدك سرما استرناء أو كدري أمردي إلهي أردن إنو فولي وحيلاي وديد أردن إنو كديرادي عذاب بإسمار كيان أما هدو دن بدافك إلهي كقوليستو إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لما يشاء وإلهي هدو دون الدن بيدي كلاونا فمردو التوحيد كل انتي مركان عذاب إسمار كيان عذاب إنه كوارن وكبد بادي حتى هدي العذابه وقف توحيد يا إيمان كل انتي حتى الدنبيك لا دونار تكون قالوا كواري ماي يدا والله باقف توحيد كل انتي نارت إنه كوارهين دنبيه دا كلا نارت ما كو قلي كرا وكو قلي كرا إنه إلهي ونعفا يقل لفتو دا توحيد كسببتي وقل نعفنا ووحدي عكا سأهدى قرآن كان أخرية أي تلمانت أرنت لبعض التوحيد كالوجه لا والهداية في الدنيا قفك إلهي وحيدة كليية إلهي بس سبحانه وتعالى بلن قاضي إنه هنونين أيه
وحقا وفتشريه. فإذا صدح هذا التوحيد كالقوها لك شيخ وشيخ تكفير الذنوب وأدونك توحيد كل انتي إن إلهي هدو الضوانة ودن بناف ودن بيدي كلاو كل انتي عنك عذابي أرجع تكفير الذنوب كيساقو مشيادة إلهي بكو حري وإلهي هدو الضوانة ودن بيدي كلاو ونافع وكو عقابي مايو هدو الضوانة وكو عقابي. وصدى عيدو أي شيكتي إن الله لا يغفر أن يشرك به وفك الشرك كل انتي إلهي ونافي مايو والعذاب يا وليبا نارتنا وكواريا ويغفر ما دون ذلك لما يشاء. وحي الشرك قال لماذا أن أهين الدم بأه هذه اللي انتيادون لغا توبت كينين إلهي قفك الدونو ونافيا كو دوننا وكو عذابيا وتحت مشيئة الله. انت وحيد كماركا الدم بيضا لغو نافو أدلات السوحة كم إذا حديث آنس وريي إمام الترمذي رحمه الله تعالى ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرتها لك. إن آدم عداد مالك قيامة إيتي ما ضل ليكاهر كينو أديقو أودن بي فربضا نولك مقي أودن بي أديقو حمبارسا لكن شركي وحل هذا أنا الله صوت لمن التوحيد كل انتي أنا أقول لا في أبو إلهي وهدو إلهي الدون حديثك وحا فصير إساء آيد ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما حاول دليل التوحيد كأن لقوها له فايدوين كاس. قال الله تعالى إلهي وحيد الذين كوا آمنوا إلهي الرمي وحيدي ولم يلبسوا آم كلهين هوين إيمانهم إيمان كود أن هوين بظلم ظلمي وهل كان شركي لوغة تشيدو أولئك كواسي لهم الأمن وحاوصقنا هذي نبتقل أي كان نبتقلان عذاب آخر وهم يقو مهتدون يقع يأكوا لهنوني بمعنى ودد الصح ده الوافتشير يقع بظلم المحال لوغة تشيدا الذين آمنوا والتوحيد كي بظلم النائب بالشرك الوهي نبي عليه الصلاة والسلام ساكو فصيره والشرك شرك هو ظلم قوين النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم مركي آياتنا السحابة وفهمين ظلم قوين دنبيه خلالات كلا لوغة تشيدو ويقول ميدان مقال قولك أدونك إلهي ولا أكسر قول اللقمان ويري يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم مركا ظلمي هو ينقف بني آدم وقلاوا الشرك ظلمي هو الشيء ماشي وكوا بونا ميلان إلا نقو شركه مركا هو ظلمي هو وعبادته عدة قرى وكوا بونا هو إله سبحانه وتعالى مركا قفك عدك لسي أما إله عدك لك نحيسي الشيء ماشي سي وكوا بونا ميلان هين أيو نقا آيات داني مركا واحد نوت المانطي قفك التوحيد كل انت شركي كم مرن إنه إلهي كو أبال مرين أيوه الأمن أي من عذاب الله إلهي عذاب كيسا إنه آمن كان رغض آخرة هي الهداية وهم مهتدون الدنيا أنتو تشغل إلهي سبحانه وتعالى إنه هنونية. وقال صلى الله عليه وسلم نبي قوحيلي حق العباد على الله الضومو حق إلهي أي كل يهيلي إلهي سقوة تبيي ألا يعذب وإنان عذاب إلهي ما لا يشرك كانوا شريك يلين به إلهي شيئا وكان شرك كل من ايه التوحيد كل انته الى يحب الله قاضي الى ان عذابين هدي الدنبي كلاو كمريا عذاب اسماركيا هدو الدنبي كلاو كل انته الزنا ايه الدل ايه توقع ايه حيبا الله متكارا الى هدو دونه ودافا ايه هدو دوننا وكو عذابي الساعة دواية المنطق متفق عليه. والله سبحانه وتعالى اعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين.